السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور إخواني. دائما من أمام القنصلية المغربية لمورسيا هنا لليوم 394. إخوان تبارك الله عليكم، اليوم 394 لعلي الحكم الجائر وتغليب الضارب على المظلوم باستنجاد بجلالة الملك ستوب على سكونديناسيون خوستاس الى بريماسيا ديال اوبريسورسي وبري لا فيكتيما صوره ديال جلالة الملك وطني حر اتيستاسيون تاع جمعيه وداديه الانوار من كناس جزاهم الله خيرا. وهذا هو هذا الاعلام اخوان، كنت من قبل قلت لكم انها الرايه تسرقت لي، هذه قسما بالله لا جابها لي الجزائري اليوم، خاوة هذه جابها لي واحد اخ جزائري جابت من هنايا، ما بقاش عندي الرايه، قال لي فين مشات الرايه؟ قلت له مشات لي سرقوها لي، جاب لي هذه، هذا اخ جزائري هو اللي جاب لي هذه. تحيه لاخواننا الجزائريين فين ما كانوا، خاوة شاف الرايه تاع اسبانيا والرايه ديال البلاد ما كايناش، قال لي الرايه ديال البلاد فين؟ قلت له ما كاين، ما عنديش، راه سرقوها لي، مشى جاب لي هذه. من هذا المنبر كنحييه وتحياتي للاخوان الجزائريين كذلك. هذا هو الفطور اخواني، مناسبه حنا عندنا الاخوان اليوم التالي تاع رمضان، غدا العيد، كملنا العده 30 يوم، الله يتقبل الصيام والقيام ان شاء الله، وانتم عيدكم مبارك سعيد. دائما من هنا من امام القنصليه المغربيه، المطالب ديالي هي اخراج جميع الملفات من الحفظ، المطالب ديالي باش نسحب من اخراج جميع الملفات ومتابعه المتسترين، هذوك الايادي الخافيه اللي في المحكمه نتحاكم معاكم من حقي، الا كتقولوا دولة الحق والقانون نتحاكم معاكم. درت بكم دعوة هنا للسير قنصول، يمكنها 24 في شهر 5، 24 في شهر 5 العام اللي داز ومازال ما باقي والو. أنا من هنا كنتابع هادو المتسترين، إلا بغيتو تستروا عليه تستروا عليه من الأملاك ديالكم، سمحوا له في الحق ديالكم أنتوما، ماشي في حقي أنا تسمحوا لواحد آخر، ما يقبلهاش القانون، ما يقبلهاش الضمير، ما يقبلهاش الإنسانية، ما يقبلهاش حتى الحيوان. ماشي غير الانسان، انك تسمح الواحد في حق واحد، بغيت تسمح سمح له، سمح له في حقكم، اما انا الحق ديالي الملف اللي داز من نهار 23 في شهر 5 23 في شهر 12 2019 وانا كنتبع باش ندخل كضحيه، ما بغاوش يدخلوني كضحيه. ومن هنا كنقول اخراج هذاك الملف الماوش طابه، علاش كانت تديني لا بي جي؟ علاش المشروع 1/2017 واقف؟ علاش دفتر الشي كان مشدود؟ علاش انا ما خليتونيش نخرج من المغرب من 2017؟ علاش لابيجي كان طلعني وتهودني؟ باغي توضيح وباغي جواب لهذا الشيء، من هنا راني ما نسحبش. واخوان كنتمناو عيد سعيد للجميع، وتحياتي للاخوان بالمهجر والجالية، نتمنوا هذا العيد يدخل عليها بالربح وبالهنا وبالمسرات وكل ما تمنوا إن شاء الله. منا من يدركه رمضان القادم، ومنا من لم يدركه، كاين اللي غادي طوال عمره تيستنى، كاين اللي ما غاديش يستنى. الإخوان هنا دائما وقيطة ديال الفطور، عيد مبارك سعيد من أمام القنصلية المغربية لجميع الإخوان والأصدقاء داخل المغرب وخارج المغرب، اللهم ادخله على المغرب هذا الشهر المبارك بكل الخيرات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيد مبارك سعيد، وتحياتي إخواني، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.